كده اللي تم في الفترة اللي فاتت حصل اجتماعين مع السادة المرشحين كلهم، شرحنا كل الإجراءات اللي هتتم اللي هشرحها لحضرتكم دلوقتي. الاجتماع الأولاني النقطة المهمة اللي كانت فيه إنه بعض السادة المرشحين طلبوا إن يكون كل واحد من المرشحين له 10 مناديب لحدود عملية الفرز. طبعا عدد كبير لان في 35 مرشح في 10 350، غير ان هو عنده 2 الصبح تاني، غير الناس اللي قائمين على عمليه انتخابيه، فكان الموضوع هيبقى صعب جدا. لكن ما حبيتش اقف قدام الحته دي كتير على اساس ان انا احاول اريح كل الساده المرشحين في الانتخابات ان شاء الله. وتركت الموضوع لاعضاء النيابه الاداريه واتفقنا على بعض الاتفاقات، وكان حتى من ضمنها ان كان في الصندوق اللي هيتم فيه وضع صوت السادة اعضاء الجمعية العمومية. اعترض عليه البعض برضه نزولا على طلبهم وغيرناه وعملنا اللي هم عايزينه، على الرغم ان انا في انتخابات نادي الصيد والجزيرة لقيت نفس الصناديق اللي احنا كنا جايبينها. لكن برضه عدينا النقطة دي عشان عايزين نبعد شوية عن اي حساسيات او مشاكل، وما يبقاش في توجيه ان الاداره او الاداره التنفيذيه ليها اتجاه مع حد على حد. الاجتماع التاني اللي بعديه يعني كان في شده شويه، لكن النيابه بقى رفضت مبدا العشرة وقررت ان هم هيكون كل مرشح له 5 مناديب اثناء عمليه الفرز واثنين اثناء عمليه التصويت. فبرضه ده وافقنا عليه على الرغم ان انا شايف ان العدد ما زال كبير، لكن وافقنا عليه. في نقطة تانية، كان احنا جالنا جواب في شهر 10 يوم 12 مدير الشباب والرياضة في القاهرة اختارتنا ان هي مفوضة من قبل اللجنة الأولمبية للإشراف على انتخابات النادي الأهلي، ومطلوب مننا نحدد موعد للانتخابات. بعدها بأسبوع جالنا جواب تاني برضه من مدير الشباب في القاهرة، وقالت انها برضه مشرفه على الانتخابات وعايزين نحدد الميعاد مع تلافي يومي 24 و25، وممكن يبقى الانتخابات 27 28 30. مجلس الاداره اجتمع وقرر انها تبقى 30 لانه عطله رسميه. كان ممكن نعمله 27 28 بس لقينا ان ده هيبقى اثناء الاسبوع، المكان بيبقى زحمه، وفي وسط الاسبوع زي ما حضراتكم عارفين بتبقى الدنيا مش يعني مروريا قدام النادي بيبقى الموضوع صعب قوي. فقلنا 30 وخلاص وابتدينا اجراءاتنا على كده. اتفاجئنا بخطاب اخر ان تحول الموضوع الى مديريه شباب ورياضه في الجيزه ان هم اللي هيشرفوا على الانتخابات. طبعا كلكم عارفين بس عشان يبقى كلام واضح ان احنا عندنا مشكله مع اللجنه الاولمبيه بخصوص اللائحه، ده موضوع في التحكيم هيشوفه يعني. فبعتنا اللجنه الاولمبيه بناء على المادة 16 من اللائحة الاسترشادية اللي اللجنة الأولمبية هي اللي حطاها، إن أنا من حقي كنادي أهلي يبقى فيه إشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين. فبعتنا قلنا إنه موظفين النادي الأهلي هم اللي هيعاونوا في عملية تسجيل الأسماء وليس الإشراف على الانتخابات. اللجنة الأولمبية ردت علينا بإن هي موافقة على إجراءات النادي الأهلي. فخلاص كده يبقى موظفين النادي الأهلي هم اللي هيسجلوا برضه، بس بركز على حته تسجيل الاسماء، يعني هو ملوش تدخل في اي حاجه، حضرتك هتديله البطاقه العضويه هيسجل اسمك، هتمضي وتاخد ورقه الترشيح من القاضي اللي موجود وتحط صوتك وتتحط في الصندوق. لما عملنا الاجتماع الثاني كان في اعتراض شديد جدا على موضوع الموظفين. طبعا انا شخصيا على المستوى الشخصي بثق تماما في موظفين النادي الاهلي، والموضوع ده كان عمل اشكاليه كبيره جدا جوه الاجتماع. وصلنا في هذا البند بالذات قعدنا فيه 3 ساعات. الحقيقه انه برضه ما زال لغايه النهارده في مجلس اداره موجود، لانه في بعض الناس كانت بتسال هو مجلس الاداره ما سلمش النادي ليه؟ فانا بسال السؤال التالي، هو كل المجالس اللي فاتت سلمت النادي قبليها؟ لا، الناس كانت بتنظم اجتماعات لان كل ولاد النادي الاهلي محترمين ومحدش بيشتغل لحساب نفسه. فكان لازم ارجع تاني لرئيس مجلس الاداره في حته انا بوضحها، اللي بيقول او اللي قال ان ده لازم قرار المجلس، لا، في قرار من مجلس الاداره بيقول ان
مجلس الإدارة يفوض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات الهامة والعاجلة. وبالتالي أنا رجعت للمهندس محمود طاهر بصفته رئيس مجلس الإدارة وقلت له إنه في مشكلة في موضوع الموظفين. فهو الحقيقة الراجل قال لي اعمل أي حاجة بحيث إنك تريح الناس اللي قاعدين حتى لو إن إحنا هنرجع لأي جهة أخرى. فكان في اقتراح إنه النيابة الإدارية تشرف على كقضاة يشرفوا على الصناديق. فاتفقنا معاهم إن هم حتى موظفينهم هيجيبوهم يشرفوا او هم اللي هيتولوا عمليه تسجيل الاعضاء. وهم وافقوا واحنا كمان وافقنا. بس في النقطه دي بالذات انا برضه بقول لموظفين النادي الاهلي انتوا ناس محترمين جدا وانا شخصيا بثق فيكم جدا. فعدم يعني ان احنا خدنا قرار ان انتوا هتقعدوا تشتركوا في العمليه ورجعنا تاني لغينا هذا القرار او تلافيناه او شلناكم منها ده لرفع الحرج عنكم. بس احنا نثق فيكم تماما عشان موظفين يعني عرفت ان هم زعلانين جدا. وبالتالي انا حبيت برضو ان انا اوضح لهم كل الثقه من ناحيتي انا شخصيا كمدير ليهم.